الفنانة التشكيلية سماح حمدي اللي قامت بعرض كورباج واخدت 100 جلدة بحق وحقيقي. سماح برحب بيكي من جديد. اهلا بيكي استاذه دينا. سماح، واحنا في الفاصل كنا بنتكلم عن العرض ما بين ان هو عرض مسرحي وان هو رياليتي، كلميني عن الفرق وقولي لي الفكره دي جات لك منين. الفرق هو مش عرض مسرحي، هو في اختلاف كبير ما بين المسرح، ما بين فن المسرح وما بين فن الاداء. فن المسرح زي ما وضحت لحضرتك ان هو بيقوم دايما على حاجه متخيله، قصة متخيلة بيقدمها ممثلين بيقوموا بأدوار ملهاش علاقة بشخصيتهم الحقيقية في ديكور بيودينا لزمان ومكان تاني. فن الأداء غير كده خالص. فن الأداء هو أصلا فن ثوري، وفن يعني هو جه من في بلاد تانية من تغير أحداث وتغير مجتمعات. فالفرق الأساسي بينهم إن هو كل حاجة فيه حقيقية جدا، هو بيكسر الحدود ما بين الحياة والفن. أوكي. انت ما تقدريش تميزي هو ده فن ولا هو ده حاجة اجتماعية ولا هو ده، ما تقدريش. الحاجة الأساسية فيه إنه أنا بطلع سماح بشخصيتي الحقيقية عشان أتكلم عن قضية بتمسني أنا بالمقام الأول، وهي هتتماس مع ناس تانية من اللي بتتفرج في الزمن الحقيقي في المكان الحقيقي. يعني أنا لو بعرض ده هنا في الاستوديو فأنا هنا في الاستوديو الساعة 4:30، لو أنا بعرض ده في الشارع فإحنا في الشارع الساعة زي ما تكون. وبالتالي كل الأدوات المستخدمة حقيقية، الكرباج حقيقي، الضرب حقيقي، الألم حقيقي. المسرح بيكون العكس، بيكون الكرباج بلاستيك والضرب. نفهم الناس بقى، يعني إحنا معانا صور من العرض بتاعك، فيديو. طب نتفرج عليه الأول. يلا نتفرج عليه الأول بعدين نكلم سماح. يعني صور معانا. اوكي، هو فيديو. فيديو بس مش طيب، كلمينا على اللي احنا شايفينه. ده العرض، وده كنت بتعرضي فين؟ ده كان في مكان في رمسيس اسمه هو مسرح الجزويت، بس هو مش المسرح بالشكل المتعارف عليه. هو قاعة كبيرة فيها حيطة طوب وصاج وحاجة بدائية جدا، وده كان مقصود انه ما يبقاش العمل فني تماما يعني. طيب انا عايزة افهم بقى التارجت ايه؟ الهدف ايه؟ ايه حكايه العنف ضد المراه وعلاقتها بال100 جلده اللي بتاخديها؟ ان ال100 جلده دول هم الاحساس اللي بيحسهم الستات، بمعنى ان الستات احنا بنتعرض ل ممكن نقول انهم شكلين من العنف. الشكل المتعارف عليه كعنف واللي هو عنف مباشر يعني زي التحرش والاغتصاب والضرب وفي عنف تاني بشكل ناعم تحت سلطه ابويه بيتقدم وكانه ايجابي ويعني مميز للست، اللي هو التحكم في الست في كل حاجه، فبتخرج امتى ما بتخرجش امتى، بتشتغل ايه ما بتشتغلش ايه، لازم تتجوز دلوقتي لانها لو ما اتجوزتش فهي ناقصه حاجه، كونها اصلا مخلوق درجه تانية او درجه 10 كمان، وانها لازم يبقى في شخص مسؤول عنها لانها دايما ناقصه حاجه او ناقصه حاجات كتير. وهنا بقى افتح القوس، يعني ما نقدرش نقول كذا وكذا وكذا هو كل حاجه، لا ده في حاجات كتير باعتبارهم يعني باعتبارها هي مخلوقه للجواز وللمطبخ وخلاص مفيش اي حاجه بعد كده. اللي بيمارس ده ناحيه الست بيمارسه بشكل بديهي وبتلقائي وكان مفيش حاجه بتحصل، ده بالعكس هم بالظبط هم شايفين ان ده انا بنفعها انا حتى اللي بيتحرشوا بيها، حتى اللي احنا بنتعامل معاه كعنف مباشر ومجتمعيا متعارف عليه كده، لا ده هي بتبقى مبسوطه لما تتحرش بيها، هي اصلا نازله جميله عشان هي عايزه تلفت النظر وهكذا، ونفضل بقى نسمع لبسها عامل ازاي، هي قصد انها تعمل ده. هي كده بتكون مبسوطه. في الحقيقه لا، ان لا ده بيبسط ولا ده بيبسط، ده بيكون ليه اثاره النفسيه السلبيه على الست اللي هي شكلها ايه، ده بالنسبه لي شكلها يعني انا ده الاحساس اللي انا بحسه من سنين كتير، ان انا لما بتعرض لده انا كان حد مسك كرباج وضربني بيه زي ما احنا شايفين بالزبط. على الشاشه. فانا قلت انا هاخد احساسي ده واحطه قدام الناس زي ما هو بدون تجميل وبدون تزييف، اللي انت بتعمله فيا هو ده بالظبط. طب مع كل ضربه كرباج هل بيتقال سببها؟ هل بيتقال دي ايه؟ الضربه دي مثلا بتاعه التحرش، الضربه دي بتاعه الممارسه الابويه اللي احيانا بتبقى قاسيه، يعني قولي لي الضربات بتترجميها ازاي في العرض الفني؟ هي ما كانش فيه كلام يتقال، لانه كلام معناه ان انت حصرتي الفهم في الجمل المعينه اللي انت بتتقالي، في حين ان انا عايزه الموضوع يبقى عام، يعني تبقى كل واحد قادر ياخده على قصته وعلى ظروفه وعلى حياته. لما بتقولي كلام الموضوع دايما بيبقى ضيق، فهنا لا، هنا الموضوع واضح. في ولدين معاهم اداه ذكوريه جدا اللي هي الكرباج وبيضربوا بنت بالشكل ده، ده بقى يعبر عن كل حاجه، عن كل حاجه هي بتتلقاها. الكرابيج نفسها انواعها بتختلف، في اللي هو ماسكه ده حاجه اخف شويه من في نوع تاني اقوى يعني.
انه حتى الحاجات العنيفه هي نفسها عنفها بيتغير مع تغير الكرابيج معنا. يعني ما اقدرش ان انا اقول كلام او ان هم يقولوا كلام، لانه الجزء الثاني من العرض ده كان الجزء الاولاني ده اتعمل على العرض اتعمل على يومين، ثلاث ايام في النص كان اوف كراحه يعني. في اليوم الاولاني كان هو ده ان انا بترجم مشاعر ستيت، بقول له انه الاثر النفسي ده لو هو حاجه انت عايز تشوفها، مش ان هو حاجه مش متشافه فاحنا بالنسبه لنا مش موجوده، لا هو متشافه وانا هوري لك انا بحس ازاي، ده اللي انا بحس بيه. في المره الثانيه كان حصل العكس، فيهم ولد من الاثنين اللي كان بيستخدم الكرابيج الاعنف اللي كان معاه العدد الاكبر، حصل بقى معاه العكس، كنت انا وبنت ثانيه على اداء بنفس الطريقه وهو اللي خد الميت جلده. زي يعني انتقمتوا بقى، هو انت كنت بتوجعيه بس مش غرض الانتقام، بغرض ان انت بتقولي له خليك انت الضحيه شويه، حس بنفس الاحساس اللي الستات بتحسه. ما هو ده انتقام بس مش بغرض الانتقام، بغرض ان انت تعرفيه هو بيعمل ايه، ان دي نتائج تصرفاته الحقيقيه. طب قرب لنا بقى شويه اللي هم بيضربوا الولد نفرح فيه حبتين. ها يعني انا بعتبره ان هو يعني خليك في مكاني شويه، ما بالظبط هو خليه في مكاني، فعيش نفس اليوم اللي انا بعيشه بنفس العنف بنفس ايه اللي بيتقال، ايه الكلام، احنا انا سامعه مزيكا مش سامعه كلام، انتوا بتقولوا حاجه ولا ما بتقولوش؟ احنا كنا فعلا مشغلين مزيكا للناس، لان انت هنا بتقدمي حاجتين متناقضين. اللي بيمارس العنف ضد الست ده زي ما قلت لحضرتك هو مش يعني مش حاطط في اعتباره ان انا بمارس عنف ضدها، هو شايف ان هو بيعمل حاجه جميله جدا في حياتها. انا بربيها او حاجه من حقه، من حقه بالظبط، انا ليا عليها ده. فده اللي احنا حاطينه في العرض، احنا حاطين مزيكا جميله جدا وقصادها بيحصل حاجه عنيفه جدا، الجميل جدا ده اللي انتوا بتعملوه، ده اللي انتوا متعودين تسمعوه. ايوه الترجمه يا سماح، يعني انا لو دخلت عرض فني ولقيت واحد بيتضرب بكرباج وقابله واحده بتتضرب بكرباج، هقول يعني ايه السادست ده، يعني حاجه ساديه مش هلاقي لها مبرر غير ان لازم حد يفهم يعني ياتي بالترجمه. هو كلميني انتوا نقلتوا الفكره دي ازاي للناس اللي داخل العرض، فهم وجهه نظرك دي ازاي غير الضرب؟ اوكي اعتقد ان نسبه كبيره منهم فهمت، لان في ناس تواصلت معانا بعد كده وبعتوا لنا ان انا فهمت ده وانا ده اثر فيا ازاي وده عمل فيا ازاي وكده. استنباط يعني هو الموضوع مجهود على المشاهد. بالظبط انت هنا يعني ده برضو تاني فرق ما بين المسرح وما بين الفن الاداء، انه ليه انت بتستخدمي الحاجه حقيقيه؟ لان في المسرح لما اللي بيتفرج بيشوف حاجه فيك قدامه او وهميه قدامه هو خلاص متلقي سلبي جدا، هو قاعد بيتفرج ما عليهوش اي دور المفروض يعمله، العرض بيسقط من ذاكرته اول ما يخرج او بعد ما يخرج بكام ساعه. في فن الاداء الموضوع مختلف، هو شايف حاجه حقيقيه بتحصل قدامه. انا فاهمه ايه، فهو متورط فيه الجزء الحقيقي ده. ده ضرب حقيقي بالكرباج، ده كان ضرب حقيقي وخدنا تمرينات كتير عشان نقدر نطلعه. يعني اولا هم اللي بيجلد مكان، يعني ما كانش سهل عليهم ان هم يعملوا ده، خصوصا ان احنا اصحاب شويه، فهو مش سهل ان انت تجيبي واحد هو اصلا ما بيتخانقش في الشارع عشان تقولي له امسك كرباج واضربني بجد، وان انت بتضربني انا سماح اللي احنا بينا عشره مثلا. لا ده مش سهل، انت يعني في اصابات وقتها؟ طبعا كان في اصابات كتير. اصابات يعني ايه اتمرنتوا على يعني ايه اتمرنتوا اللي بيضرب هو اللي اتمرن ولا وانا كمان كنت بتمرن، اللي بيستقبل كمان بيتمرن. لان هي زيها زي اي رياضه، انت بتعودي جسمك ان هو لما يستقبل ده ما يموتش ما ينهارش فجاه، وهو بيتمرن انه ما يجيبهاش في عرق عامل ازاي، ما يجيبهاش في حته مميته في حته بالظبط يعني. لان في المرات الاولى كان كتير ممكن يجي على رقبتي او يجي. دي تجربه العنف ضد المراه بالصوره اللي احنا شايفينها، يعني انا ليا تحفظ شويه في التعبير، يعني التعبير ما انا بحب الحاجات اللي هي ايه الاوضح، فهماني قصدي ايه؟ انا كنت بحس دايما ان هو الميستيريوس اكتر او اللي هي الغموض اكتر، يعني حاجه وسط ما بيننا وما بين بعض. لكن ده شيء اهو فن جديد بنتعرف عليه. ايه اللي جاي بالنسبه لك تاني يا سماح؟ هل بقى دي بدايه اخراج فني تمثيل بحقه حقيقي بقى في الاداء المسرحي، ولا هينتهي عند مشكلات تعمليها عروض او اداء فني فقط لغير؟ هو انا اوريدي كان ليا عروض قبل كده في يعني في بعضها اتاخد بشكل سوشيال اكتر منه كعرض فني، وده كان كويس يعني انا مش ده ما كانش مضايقني يعني.
حتى السوشيال دلوقتي انتشاره اكتر من كتير من وسائل ال... يعني قصدي فسروها كحادثه اجتماعيه اكتر منها كعمل فني، وده كويس يعني، ده كويس ان الناس لقت لغه ما بتسال ايه اللغه دي شكلها يعني معناها ايه، صح، وبس نفس الوقت لمستنا وخدت منهم مناقشه لوقت كبير يعني. انا ما اقدرش اقول هي بتبقى مشكلات ولا لا، لانه انا في الاخر زي ما قلت لك انا بعبر عن حاجه هتمسني بالمقام الاول، واللي هي دايما بتصادف انه بتمسني كبنت في مجتمع شرقي ذكوري عامل ازاي. فاللي جاي هيبقى في نفس التراك ولا لا، لا فعلا ما اعرفش. لكن عندك في حاجه ثانيه، حب التمثيل، حب الاداء، هو مش تمثيل، انا مش ممثله، انا فاهمه، بس ده ممكن ينقلك بشكل او باخر لانذر ستيب، خطوه ثانيه مختلفه، هيبقى في نفس المجال، لان انا معايا ماجستير في المجال ده وعايزه انه يبقى ليه تواجد في مصر بشكل معروف، مش انه مجرد سماح بتطلع تعمل عرض سماح وخلاص. تعرضت للتحرش او الاذيه بشكل يوميا؟ طبعا لا، بشكل خلاها تعمل الاداء الفني ده يوميا. هكتفي بهذا القدر من التعبير، لان سماح واضح ان جواها كتير عايزه تعرضه بالطريقه اللي احنا شفناها. بحييها على انا مع الابتكار طبعا، بس انا كدينا ساعات في حاجات ما بفهمهاش قوي، فببقى محتاجه حد يفهمها لي بشكل سلس. هتطرح لك التساؤلات دي، ده لوحده كويس، يبقى في تساؤل وان الناس تحاول توجد له اجابات. بالظبط كده. سماح حمدي الفنانه التشكيليه والمعبره عن اشياء كثيره بتحصل للمراه في العالم، الحقيقه مش في بلدنا بس، في العالم كله. بتمنى لك النجاح وعروض جديده فنيه وخاصه بالاداء، نبقى معاكي دايما على تواصل. يا سلام، بشكرك شكرا جزيلا.